جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا، وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا، وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. وغنى البلبل الصداح في أرجاء وادينا، على كثب العلا مجد غرسناه بأيدينا. وقطف قد دنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله إلى هذه الحلقة من حلقات حديث الدار يوم الخميس الجميل بصحبتكم وصحبة أخوي أحمد. حياك الله أبو حسان، يا أهلا وسهلا فيك، ونرحب فيكم أيضا المشاهدين الكرام، ونتمنى أن تكونوا معنا في هذه الساعة مستمتعين بفقراتنا المتنوعة والمجلة التلفزيونية المتعددة. حياكم الله وحياك الله أبو حسان. حياك الله بياك. ميزة شعبان، يعني ميزة حديث الدار في شهر شعبان، أنه الناس اللي يعني فتح الله تعالى عليها بالصيام المجتمع الآن على المائدة والسفرة، محلقين حول بعضهم أسر وعوائل، وعساهم إن شاء الله يعني يجدون ما يسرهم في حديث الدار بإذن الله، ونحن نسعد بتواصلهم الدائم معنا في حديث الدار. صحيح. طيب نأخذ فاصل وسائل التواصل، ومن ثم نعود معكم ومع مبادرة البرامج الصيفية. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا، وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا، وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا، وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. وقطف قد دنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا. جلسنا في فناء الدار. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حديث الدار. مشاهدينا الكرام، سبق وأن تحدثنا في حلقات ماضية عن مبادرة مهمة، وكانت هذه المبادرة انطلاقتها من حديث الدار، وكنا نؤمل أن تكون حديث أو أن يكون حديث الدار منصة لجمع الأفكار التربوية الرائدة والنوعية خلال صيف 38، وبحق تفاعلت معنا جهات كثيرة وكان لها حضور كبير معنا في حديث الدار، وفتحنا باب المشاركة لكل من يشاهدنا في حديث الدار أن يشاركنا في هاشتاغ أفكار لأبناء صيف 38، سواء نقرأ هذه الأفكار في حديث الدار أو نستضيف روادها والمشرفين عليها معنا هنا. جميل. المبادرة كانت أبو عبد الرحمن للسادة المشاهدين، وهذا يعني معروض البروشور للآباء للأمهات بالخصوص، يعني نحن حبينا أن نتيح فرصة بعرض المشاريع الصيفية التي تقدم من خلال المحاضن التربوية، النوادي الصيفية، من خلال الحلق، من خلال النوادي النسائية، من خلال مراكز الفتاة، مراكز الفتيات الصغيرات إلى آخره، وجعلنا حديث الدار منصة لعرض هذه البرامج حتى يستفيد أولئك الآباء ويتجهوا مباشرة لملء أوقات فراغ أبنائهم. فجعلناها على شقين أبو عبد الرحمن. الشق الأول عبر هاشتاج أفكار لأبنائي صيف 1438، يتم فيه سرد الأفكار اللي عنده اقتراح، عنده تجربة خاضها إلى آخره، ونستعرض يعني جزء منها في أثناء الحلقة. المسار الثاني مسار المبادرات المؤسسية والحلاق والدور النسائية والبرامج الصيفية، أن ترسل على واتساب البرنامج كما هو معلن، وبالتالي يتم عرض هذه البرامج في ثنايا حديث الدار، علما أن الفترة أتيحت من الأسبوع الماضي أخوي أحمد حتى يوم الخميس القادم، يعني الخميس
في الأسبوع القادم سوف يكون هو آخر أيام فيما يعني الزملاء خططوا له، آخر أيام عرض هذه المشاريع. والهدف من هذا المشروع بشكل كامل، أولا صاحب التجربة يعرض تجربته للآخرين بحيث تتنوع مصادر المدخلات عند من يقيم البرامج التربوية بشكل عام. جميل. الجانب الثاني، من سيستفيد من هذه المبادرات وهذه الأفكار؟ فبدل ما يبدأ من الخطوة رقم صفر، هو عنده خطوات وعنده تجارب سابقة يستطيع أن يبني عليها ويقدم أفكار ويبلور ما لديه من أفكار قدمت له من قبل الآخرين، سواء في حديث الدار أو في هاشتاج أفكار صيف أبنائي 1438. طيب، لعلنا نبدأ بأولى المبادرات التي وصلت، وهي كثيرة بفضل الله تعالى، لكن نحن حاولنا أن نجزئها على بقية الحلقات. هذا مشروع أو برنامج أو مبادرة هل هلالك للبنات، ويختص هذا المشروع هل هلالك للمرحلة الابتدائية. هذا المشروع بإشراف لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بأحياء حي السلمانية والمحمدية، فيما يظهر إن كان دقة التصميم ضعيفة. تنطلق هذه الفعاليات من يوم 18، يعني هذه الفعاليات خاصة فقط بشهر شعبان، من 18 شعبان إلى 29 من شهر شعبان، من الساعة 4 عصرا وحتى الساعة 7، من 4:30 عصرا إلى 7:30 مساء. والبرنامج تتنوع فيه الفقرات، شاركي معنا في الحفلة كما سموها في برامجهم حفلة الدمى المضحكة، تطبيقات إلكترونية، رحلة ترفيهية، رحلة كتاب، أقبل رمضان، مجموعة وباقة متنوعة من البرامج تشرف عليها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية. هذا واحد من عدد برامج يقدمونها. جميل. ولهم يعني لهم أيضا قائمة متنوعة، يعني قائمة السباح الصغير. السباح الأول كان الفتيات الصغيرات. نعم. هذا للأولاد هذا الأشبال. وفي نفس الفترة من 18 شهر شعبان إلى 29 السباح الصغير، أيضا هذا برنامج يختص بطلاب المرحلة الابتدائية، فيها عدد من البرامج، الألعاب الرياضية، برنامج تربوي، مهرجان ترفيهي وغيره. لكن شوف الميزة في البرنامج هذا أنه مختص في مهارة واحدة، يعني هو مو برنامج شامل ويجمع عدد، اللي هو تعليم السباحة. أيوه، السباحة الصغير. الصورة الآن يشاهدها السادة المشاهدين على الهواء. نحن ودنا أنه حيكون إن شاء الله ويانا المشرفين على هذه البرامج، نستفيد أكثر ونتعرف على تفاصيل هذه البرامج. زي ما نحن شايفين هو منشور الآن على الهواء. جميل. لكن في تفاصيل، في أفكار، في إبداعات، هذه كلها إن شاء الله حتكون معنا في حديث الدار لهذه الحلقة. طيب، اللي عنده أطفال من سن 3 سنوات إلى 5 سنوات خذوا هذا البرنامج، برنامج أو ما سموه مركز أجيال للأطفال. هذا يقدم برامج جميلة، فيها دار التربية الإسلامية، واحة اللغة العربية، ميدان الألعاب الترفيهية، معمل العلوم والرياضيات، نادي الحاسب واللغة الإنجليزية، رحلات ترفيهية. طبعا أنت تقرأ من 3 إلى 5 سنوات، يعني فعلا التخصص في مثل هذه المراحل شيء طيب، وهذا ما يدعو إلى عرض أمثال هذه البرامج حتى يستفيد منها أبناءنا جميعا بمختلف أعمارهم وأسنانهم. ونحن حابين أن يكون معنا الأستاذ فهد القادري، المدير التنفيذي لبرنامج السباح الصغير. حياك الله أستاذ فهد. الله يحييك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله بالخير. يا هلا وسهلا. عليك الرضا والصحة والعافية أستاذ فهد. بعد تقريبا 3 أيام من اليوم حتكون البداية الفعلية والتدشين لبرنامج السباح الصغير، واللي حيبدا إن شاء الله يوم 18/8. بداية أنا ألهمني أو يعني مستغرب من فكرة السباح الصغير، يعني كان في تخصص دقيق جدا للفئة وللمهارة، عطنا مبرر هذا البرنامج بداية. الله يحييكم. بداية أولا أشكركم على هذه الاستضافة. ثانيا، لجان التنمية الاجتماعية تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى في خلال الصيف تقديم برامج متنوعة لجميع فئات المجتمع. جميل. من تلك اللجان لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء السلمانية والمحمدية والمعلمين بالأحساء وضعت خطة لهذا الصيف كامل، ستبدأ إن شاء الله من شهر شعبان
الى باذن الله شهر صفر باذن الله السنه القادمه 1400. ما شاء الله تبارك الله. جميل. اللجنه سلمك الله يعني عندها خمس مسارات تمضي عليها، وسؤالك كان انها التخصص الدقيق سباح صري. عندنا سلمك الله مركز اسمه اجيال. نعم. مركز اسمه سواعد، برنامج اسمه نماء، برنامج اسمه قمه، وبرنامج اسمه قادر لطلاب التوحد. جميل. بداية نبدأ ببرنامج أجيال. برنامج أجيال الأطفال هذا تابع لمركز قمة النسائي، تابع للجنة التنمية الاجتماعية الأهلية الأحياء الثمانية والحمدية والمعلمين. جميل. هذا السباح الصغير عبارة عن برنامج نقدمه ثاني مرة نقدم هذا البرنامج. جميل. يهتم بالمرحلة الابتدائية، تنمية مهارات السباحة عندهم بالشراكة مع نادي الفتح الرياضي بالإحساء. جميل. هذا بداية أول برنامج سيقام إن شاء الله في الصيف. عندنا برنامج بالتزامن معه مباشرة، برنامج اسمه هلا هلالك، هو برنامج مقدم لطالبات المرحلة الابتدائية. فالآن الفترة هذه ستكون إن شاء الله عندنا برنامج مقدم للأطفال أبناء الأولاد، وبرنامج مقدم للفتيات. بإذن الله جل وعلا برامجنا مستمرة، ستكون عندنا إن شاء الله في تبع نماء برنامج في رمضان إن شاء الله المسابقة الرمضانية، هذه تقريبا سابع سنة نقيمها، المشاركة مفتوحة لجميع شرائح المجتمع في الأحساء. طيب أستاذ فهد، أنا بس حاب أني أسألك في برنامج السباح الصغير، هناك مجموعة شراكات معكم في هذا البرنامج، أنت ذكرت شريك اللي هو نادي الفتح، لكن في شراكات ثانية كذلك تقدم خدمات تربوية للبرنامج أو لا؟ أي نعم، عندنا شراكة مع كفاءات المعرفة. جميل. الشراكة مع صحيفة الإحساء نيوز. الشراكة الأساسية من خلالها تنطلق لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية الأحياء الثمانية والحمدية والمعلمين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. نعم. هذه تعتبر أكبر شراكة عندنا في خلال هذه البرامج اللي نقدمها للمجتمع. جميل. جميل جميل. موفقين أستاذ فهد على هذه المبادرة وعلى هذه المشاريع التي نرجو أن تكون يعني أن تؤتي ثمارها وأكلها في هذه الإجازة المباركة. شاكرين لكم هذه كلمات الضافية حول هذا المشروع وهذه البرامج. طيب أحمد، ما زلنا الهاشتاج فيه أشياء جميلة، لو تفتح الهاشتاج شوية أحمد تكرما. أنا معك في الهاشتاج أبو حسن. طبعا بس أنبه، ما ذكر من برامج سابقة كلها سواء للفتيات أو للأشبال أو للأطفال الصغار، هذه كلها في مدينة الحسا أو الأحساء، يعني ليست في، لأنه كان في تشابه أسماء السلمانية في الرياض في جدة، لكن هذه مختصة بأهل الحسا، فاللي من أهل الحسا ويتابعنا نقول له استعن بالله تعالى، وهذه البرامج قد أتيحت لك أيها المبارك. أنا واحد من الأفكار الرائعة في هاشتاج أو في حساب اسمه كلمات في التربية، غرد معنا في هذا الهاشتاج وذكر قال أفكار كتبتها أو كتبتها العام الماضي 133 فكرة لأولادنا في الإجازة. طبعا الفكرة حاطة في أربع صور ومنزلها في الهاشتاج، لكن أنا أعطيك بس موجز للفكرة. أولا يفضل أن يختار منها وتعلق في المنزل، هذه الأفكار 133، وكل من اشتكى من فراغ أو ملل يذهب إلى الورقة ويختار ما يناسبه من برامج وأنشطة وفعاليات. حلو. أنا خلينا نتكلم على صلب هذه الفكرة. تمام. وهو إيجاد البدائل، يعني الفكرة هذه قائمة على إيجاد البدائل. أنا أوفر مجموعة أفكار ترفيهية اجتماعية تربوية هادفة للابن في البيت وأعلقها في قائمة في المنزل. مثال يعني الآن أنا أضعها كما يعني وضعها صاحبنا أفكار في التربية، هو حط قائمة من 133 فكرة، يقول اختار منها ما تريد على حسب احتياجك وظرفك وقدرتك المادية مثلا. تمام. واختار منها وليكن 40 فكرة، وهذه 40 فكرة تعلق في البيت، ويكون في اتفاق داخل الأسرة إنه من اشتكى من ملل طفش يبغى يغير الروتين اللي هو فيه، كل ما على إنه يتجه إلى هذه الورقة سيجد في الورقة بغيته، سواء كان هذا البرنامج تربوي، كان هذا البرنامج ترفيهي، كان هذا البرنامج اجتماعي تطوعي مهاري، وقس على ذلك. كان واحدة من الأفكار الموجودة صناعة مجلة، تخيل البيت يكون معمل لصناعة مجلة، الولد ممكن يعني يدخل مواقع الانترنت ويصنع مجلة في نهاية اليوم أو نهاية الفترة ويسلمها لأبوه ويسلمها لأمه ويكافئ على ذلك. هذه الفكرة البسيطة يمكن لو طرحتها كذا لحالها ما تكون مشجعة، لكن أن تكون من ضمن قائمة تحفيزية للابن فتحدد له خيارات متنوعة ومتعددة وتجعل الابن ينساق لها طوعا
ومحبة لا إكراها وقسرا وإجبارا. صحيح. فيكون مع هذا أشغل وقته وملأ فراغه وأيضا استفاد وحقق ما يريد من خلال هذه الصيفية. جميل. من الأشياء اللي ممكن نبه عليها أبو عبد الرحمن المرونة في صناعة البرامج الصيفية، يعني مثلا إقحام الأبناء والفتيات والبنات، بناتنا أولادنا، يعني في الأشياء اللي ممكن تكون مثل الدراسة، يعني كثرة القراءة وكثرة الأشياء اللي قد تكون فيها إنشائية وكتابية وقصصية، شيء جيد هذا. بالعكس هذا من يعني من 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 مما يسمى بال يعني الملء الذي له فائدة كبيرة. لكن يا أخي مجال الرياضة له مجال، يعني أنا عجبني هذول اللي حاطين برنامج السباح الصغير. يا أخي الرياضة مهمة له يا أخي. يا أخي موضوع يا أخي دخلوا في نادي أو دخلها بنت صغيرة في نادي إذا أتيح لك الفرصة، في ممارسات ثقافية واجتماعية وخلطة مع شباب ومع صديقات ومع أصحاب. الخروج عن المألوف هو هذا المبتغى، هذا اللي ودنا يكون في هذه الإجازة، التكرار الروتين، بحيث أنه اللهم الفرق بين المدرسة وبين الصيفية أنه المدرسة من دوام من 8 لكذا، وهذه بس اللهم نفس الجو نفس البرامج، اللهم بيختلف المسميات، اختلاف التجديد فيها مطلب. أنت الآن قاعد تهيئه أن يعود بعدين إلى إيش؟ إلى عام قادم جديد. صحيح. لابد تهيئه نفسيا ورياضيا وصحيا، مرونة في الوقت يا أخي، مرونة شوية في النوم في الأكل في الصحة، والتنوع فيها مطلب والله. ولعلك تتفق معي بحسان، ترى في بعض الآباء والأمهات عندهم طاقة وقدرة أنهم يقدموا برامج البيت. صح. أو يسووا تحديات وفعاليات وأنشطة. البعض يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، يعني يقول لك انا مشغول ولا استطيع ولا املك الوقت الكافي ولا حتى يمكن المهاره اللازمه لاقامه برامج. فيا اخي لا تبخل على ابنائك انك تشركهم في بعض المناشط الصيفيه والانديه والفعاليات اللي تقام، والحمد لله ما من مدينه الا وفيها ما توقع مبالغه لكن الاف الفعاليات والانشطه. صح. ومن مختلف المجالات ومتعدده المهارات. صح. فلا تبخل على ابنك، لأن هذا استثمار، وأجمل ما يكون إذا كان الاستثمار في الإنسان. يجب. أنت اليوم لما تستثمر في الإنسان هذا الاستثمار سيعود نفعه عليك، يا أنه سيكون لك خلال السنة هو إنسان متجدد متعلم متفتح. إيجابي. إنسان عنده مهارات وعنده أو أنه سيكون عالة عليك. صح. بالأضف إلى ذلك أنك لو ما أشغلت هذا الإبن وملأت وقته سيملأ يومك بالإزعاج بيشغلك والنكد والطفش والمشاكل ويمكن المضاربات والخصومات وانت ماشي ولا انت اللي ريحت ولا استفاد الابن. صحيح. فان لم تكن صاحب قدره في اقامه برنامج لا اقل من انك تشرك ابنك وتستعين باخرين اصحاب مهاره وقدره على ذلك. جميل. نحن ما زلنا معكم في عرض هذه المبادرات التي تقدم كبرامج صيفيه لابنائنا وبناتنا، وتستعرض هنا في حديث الدار. سؤال أبو حسان، اللي عنده مبادرة أو مشاركة وحاب أنه يعرضها معنا في حديث الدار، آلية التواصل؟ على رأسي، يرسل على صفحة البرنامج في تويتر ويتصل بوسائل التواصل، كذلك إن شاء الله خلال الحلقة اليوم راح تكون إن شاء الله معروضة على الشاشة وسائل التواصل ورقم الجوال، وهذه كذلك الآن معروضة على الشاشة أخوي أحمد في رقم الواتساب، يرسل الشيء اللي يبغاه سواء كان مؤسسة أو كان فرد. جميل. وعلى رأسنا هم ومشاركاتهم. طيب نحن فقراتنا مستمرة. نعم، مع الدكتور موسى الزعلة. نعم. والنجاح الاجتماعي في هذا المقطع ثم نعود. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الناجحون أصحاب علاقات إيجابية اجتماعية مع الآخرين، هذه من أبرز وأهم صفات الناجحين في هذه الحياة. فالناجح ليس هو ذلك الشخص المتقوقع مع نفسه المنغمس في مصنعه أو في مكتبته أو في مكتبه وينفرد بنفسه في أعماله الشخصية، وهذه من سمات الناجحين، أنهم يتعاملون مع وقتهم، يتعاملون مع الآخرين، يتعاملون قبل ذلك حتى مع ربهم ومع دينهم. وكلما تأملت حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرسم لنا مسارات وصفات الإنسان الناجح بهذه الوصايا: اتق الله حيثما كنت، تعامل مع الله، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن.
فمخالقة الناس بأخلاق طيبة بأخلاق إيجابية من أبرز وأهم صفات الناجحين في هذه الحياة. العلاقات الإيجابية مع الآخرين لا يعني أيضا الانغماس الاجتماعي وتضييع الأوقات في مناسبات اجتماعية قد لا يكون لها أي فائدة ولا أي مردود إيجابي، وإنما أن تكون صاحب علاقة إيجابية مؤثرة. وأهم الناس وأهم الآخرين وأهم الخلق الذين يجب أن تكون علاقتنا إيجابية معهم هم الوالدين، فطاعة الله في طاعة الوالدين. ومن أراد التوفيق ومن أراد السعادة بعد طاعة الله سبحانه وتعالى فليلزم طاعة الوالدين، وبر الوالدين سيجد التوفيق والراحة والسعادة والهناء. وقد كنت في عيادتي ذات مرة وأتى إلي ثلاثة من الأبناء بأمهم، وهم رجال كبار ليسوا صغارا، لكني لاحظت أن أحدهم أكثرهم قلقا على أمه وأكثرهم انزعاجا من وضعها النفسي ووضعها الصحي. فقال لي أحد إخوانه: لا تلومه يا دكتور، فقد تنازل عن أمور كثيرة من حياته مقابل أن يبقى قريبا وخادما لأمه. وفعلا وفقه الله في مجالات أخرى تعويضا عن هذه المجالات. فهذا نبدأ بالوالدين، ثم علاقة الزوج مع زوجته، الأب مع أبنائه، الابن مع والديه، مع الجيران، أن تكون علاقة إيجابية مؤثرة. بعض الناس إذا خرج من حيه افتقده الجميع لأن له أثر إيجابي، وبعضهم يغادر الحي، يغادر القرية، يغادر المدينة لا يعلم به أحد إن أتى أو ذهب. فكن ذا علاقات إيجابية ليست منغمسة إلى حد أن تؤثر على أوقاتنا، ولكن علاقات إيجابية مؤثرة ومستفيدة من هذه العلاقات مع الآخرين. وفقني الله وإياكم لكل خير، والحمد لله رب العالمين. وقطف قد دنا ثمرا ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا. حياكم الله مشاهدينا الكرام. بالأمس كنا في حديث مع الأستاذ ماتوق اللحياني عن ملتقى الجمعيات الأهلية والتي يشرف ويقيمه لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة. اليوم يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ محمد أحمد الزهراني مسؤول العلاقات العامة بهذا الملتقى، مرحبين به في تدشينهم لفعاليات الملتقى. حياك الله أستاذ محمد. حياكم الله عزيزي، وحيا الله جميع مشاهدين قناة المجد، هذه القناة الرائدة المباركة. الله يبارك فيك أستاذ محمد. اليوم تم افتتاح معرض ملتقى الجمعيات الأهلية. لو بداية أعطيتنا الأجواء التي عاشها الملتقى في افتتاحه لهذا اليوم. أي نعم، حياكم الله. عموما أجواء أكثر من رائعة من هنا، من جوار بيت الله الحرام، من جوار الكعبة المشرفة. نفتتح اليوم هذا الملتقى الرائع، ملتقى الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الأهلية في منطقة مكة المكرمة. مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم في منطقة مكة المكرمة الدكتور محمد القحطاني شرفنا وافتتح هذا المعرض في حضور مبهج حقيقة على مستوى الجهات الخيرية ولجان التنمية وعلى مستوى أفراد المجتمع. المعرض المصاحب أخي العزيز لهذا الملتقى المبارك يشارك فيه ما يقارب 23 جهة خيرية ولجان تنمية وجهات حكومية كذلك. على رأس معرض كيف نكون قدوة، هذه المبادرة الرائعة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة. كذلك معرض لوزارة العمل والتنمية بالإضافة إلى معارض الجهات الخيرية والمؤسسات المالحة. جميل، ما شاء الله. غدا إن شاء الله سوف تكون الانطلاقة لهذا الملتقى. ماذا عن الاستعدادات من قبل فريق العمل في هذا الملتقى لتدشين وانطلاقة الملتقى غدا بإذن الله تعالى؟ استعدادات أكثر من رائعة، استعدادات على قدم من وساق. الكل هنا يعمل بكل سرور، الكل هنا يعمل بكل فخر وبكل شرف لأنه يخدم مكة وأهل مكة. نحن نتكلم عن ملتقى بهذه الضخامة وبهذه الجودة، ملتقى يعني يشارك فيه كثير من الجهات. يعني نتكلم اليوم عن 123 جمعية خيرية تشارك
وثمانية جمعيات خيرية، طبعا 123 جمعية رجال وثمانية جمعيات خيرية نساء. تكلم أيضا عن 86 لجنة تنمية، 22 جمعيات تعاونية، مؤسسات مانحة 25 مؤسسة تشارك، مكاتب تعاونية 27 مكتب، والمسؤوليات المجتمعية 120 جمعيات تحفيظ القرآن 17. يعني ملتقى بهذا الضخامة أعتقد الجميع هنا مسرور لخدمة هؤلاء كلهم. استعدادات إن شاء الله أكثر من رائعة من جميع إخواني موظفين لجان ورؤساء اللجان والإدارة العليا. غدا إن شاء الله تنطلق فعاليات الملتقى من الساعة 4:30 تقريبا عصرا، سيبدأ استقبال الناس، ثم هناك جلسة أولى بعنوان العمل الخيري والتنمية تأصيل علمي ومفاهيم، سيرأس هذه الجلسة الأستاذ الدكتور يحيى الجمجمي، فيها ثلاث ورقات سيقدم الشيخ الدكتور حسن بخاري ورقة، والدكتور محمد السلومي، والدكتور سعد الجهني. بعد ذلك هناك جلسة أخرى بعنوان الشراكات التنموية الواقع والمأمول، يديرها سعادة الأستاذ عبد الله الفاي، وفيها أيضا ثلاث ورقات الدكتور فهد العليان والأستاذ عمر حلبي والمهندس موسى الموسى. هذا بالنسبة لفعاليات اليوم الأول. اليوم الثاني يوم السبت يوم حافل أيضا صباحي ومسائي، ستنطلق إن شاء الله فعاليات من 9 صباحا في جلسة بعنوان العمل الخيري وتنمية المجتمع المحلي، عبارة عن دراسات ميدانية وتجارب محفزة، سيرأس الجلسة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الغامدي. فيها أيضا ثلاث ورقات، ورقة للدكتور خالد الحريبي ويشاركه الدكتور صالح العساف والدكتورة هلا التويجري، الورقة الثانية للدكتور نوح الشهري، والورقة الثالثة للأستاذ طلال العجلان. ثم بعدها جلسة أخرى يرأسها الدكتور عدنان البار، فيها أيضا ثلاث ورقات، ورقة تقدم فيها جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالطائف تجربتها من ناحية العمل الخيري في المجال التعليمي، وورقة أخرى تجارب تنموية مميزة للعمل الخيري في المجال الصحي يقدمها جمعية زمزم، والورقة الثالثة جمعية مراكز الأحياء تجاربها في المجال الاجتماعي. ما شاء الله. بعد ذلك هناك مش عمل أيضا فترة مسائية مليئة بالفعاليات، فهناك الدكتور سالم الديني سيقدم استراتيجيات ومؤشرات التحول بعد صلاة العصر. الجلسة الأولى بعنوان الحوكمة للدكتور عبدالله العباد، ثم بعدها المنح، ثم آليات منح المؤسسات، بعد ذلك بناء قدرات العاملين في القطاع الغير ربحي. طيب أستاذ محمد، أستاذ محمد نحن يعني ما شاء الله تبارك الله نشكر لكم جهودكم وأسماء لامعة وأوراق ذات إن شاء الله نفع قوي وكبير، متمني لكم في هذه الأيام المباركة النجاح والتوفيق والسداد، وأن تحققوا ما تتمنون من هذا الملتقى، وأن يكون له أثر في توصياته على الواقع والجمعيات والأنشطة والبرامج. شكرا لك أستاذ محمد أحمد الزهراني، مسؤول العلاقات العامة بالملتقى والذي تشرف عليه لجنة التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة. شكرا لهم، وما زلنا نحن في قناة المجد ساعة بساعة نتابع تغطيات هذا الملتقى وتوصياته ومخرجاته بإذن الله تعالى. أحمد راح نأخذ فاصل ثم نعود لاستكمال. في عندك شيء؟ أنا أبغى أكون معك يعني. قول. حتقطع المشاهدين عنك؟ ما ودي أقطع المشاهدين عنك. فاصل ثم نعود. في فناء الدار أحبابا محبينا، وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. رمبودنيا هيجاو. The sky is blue. أروكي جدي. ما زلتم سبب نجاحنا وعطائنا، ولنا فيكم حقكم من الشكر والعرفان، بدءا من 25 عام قضيناها في خدمتكم في هذا الوطن المعطاء. اليوم مراكز المهيدب تتكفل بعلاج ألم أسنان لكل من لا يستطيع دفع تكلفة العلاج، لأننا نهتم بصحتكم وتشرفنا خدمتكم دوما. خدمتكم إلهامنا. المهيدب، عراقة التميز.
قالب من التحدي والإثارة عبر تشويق ممتع للبحث عن طرق النجاح وسبل الوصول إلى القمة. أفلامنا الكرتونية المتنوعة، مسلسلاتنا من الدراما العربية بقالب جديد لا تعرف معنى للتوقف. اشترك الآن في باقة قنوات شبكة المجد لمتعة تستمر طوال اليوم لك ولجميع أفراد الأسرة. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة. السلام عليكم. الكثير يسأل كيف أدعم وقف النور التابع لمكتب الدعوة بالروضة عن طريق مصرف الراجحي. العملية سهلة، أدخل اسم المستخدم ثم كلمة السر، بعدين بيجيك رمز التأكيد على جوالك، تدخل رمز التأكيد وتكون دخلت على حسابك. أول خطوة تتجه للحوالات، تار الحسابات الخيرية، ثم تحويل بمرة واحدة للجمعيات الخيرية. بعد كذا حتطلع لك الجمعيات الخيرية، من ضمنها مكتب الدعوة وتوعية الجاليات بالروضة. بعد ذلك تطلع لك خيارات، اختر مباشرة حساب الوقف، بعدين بيطلع المبلغ اللي حاب تتبرع فيه، تدخل المبلغ وتعمل استمرار. بيعطيك ملخص للعملية اللي انت سويتها، ما عليك إلا تحط تأكيد. إذا حطيت تأكيد بيطلب منك رقم سري حيجيك على جوالك، تدخل الرقم السري وبعد ذلك تحط التالي وتكون اتبرعت لوقف النور التابع لمكتب الدعوة بالروضة. وتذكر، اللهم أعطي منفقا خلفا. وقطف قد دنا ثمرا، ترى ما في نواحينا، حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبينا. حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم في حديث الدار. وضيف الدار قال في تغريدة له وكتب: دع عنك شعرا صغته ببياني، بفصيح ألفاظ وخير لساني، فالمجد للنبطي هذا عصره، وأولو الفصيح لحسرة وهواني. مساكين هذا الفصيح، يعني ضيع سوقهم ولا ايش؟ جدا، لكن رعاية الله ان شاء الله هي المعمولة يعني. حياك الله استاذ عبد الخالق الزغاني. ونحن اليوم في هذه الليلة الشعرية الجميلة نسمع من جميل الشعر، ونشكو ايضا همومه وان كانت هناك من هموم، ونتجاذب أطراف حديث. حياك الله مجددا. الله يحييك، أسعدكم الله، وأشكر لكم هذه الاستضافة، وأشكر للقناة الكريمة اللي حقيقة لها فضل كبير علي وعلى كثير ممن يطرق هذا المجال من شعراء المملكة وغيره. يا مرحبا، أنا استأنست. أنت وين كان الآن؟ أنت مدحت النبطي وقلت لأصحاب الفصيح وأولو الفصيح لحسرة وهواني، وأنت ما شاء الله تكتب الفصيح. نعم، مسر خلف صاحب الآهل أن يترك آهته أبدا، لا بد للمصدور أن ينفث. الشعر الفصيح في صدره، الشعر الفصيح يلجلج يعني، ما شاء الله شعراء الفصحى ما يمكن أن يعني يتركه حتى وإن وجد الاهتمام لغيره. وكثير ترى هذا الزمن فعلا الاهتمام بالشعر النبطي أكثر من الاهتمام بلغة القرآن، ولكن مثل ما قلت لكم نعول على رعاية الله عز وجل للغة كتابه، هو المأمول سبحانه يعني. طيب الراعي الحق لك في النبطي سابقا. والله انا لقيت قصيده مره طال عمرك فيها، دعيت الى مخيم في منطقه فقالوا لي فيهم سيه شعريه، ورحت والله قلت لهم انا ذلك الانسان يمشي في دهاليز الحياه محملا بالامنيات لحيث لا ادري، ولا ما حد عندي يتكلمون مع بعض، ما اول ما شافوا فصيح ما خلاص يحسوا شيء غريب، كلام غريب. لا اظن الفصيح كانه بعيد عن 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 وعيهم عن فكر او كذا غير مألوف، فشفت ان الموضوع ما هم خارج يعني، فقلت مسكين يلي تحسب الحب راحه، اسمع فديتك على هو بعدك صغير، عظمك طري تجعل عذابه وجراحه، تتصنع على هات تكذب على الغير، يا شيخ من يعشق صمك نواحه، كنه من اللوعه طيور عصافير، ما يقدر من الحب يطلق سراحه، فينشد الجميع على الكذا. وانا اعلم ان هذا شعر يعني شعر يقال، لكن ليس أجل لكن من الشعر بلغة القوم، ليس أجل من الشعر الفصيح. لكن الشعر اللي ذكرته هو شعر من محفوظك؟ هذه لي نعم، قصيدة لي مجهزها للمناسبات اللي زي كذا. هذه الفزعات دي. نعم. طيب احنا حابين قبل ما نبدأ ونتكلم عن الشعر وبدايتك معه والأحداث اللي مررت فيها كشاعر، نبغى نستفتح الحلقة بقصيدة، وإن كانت هذه القصيدة محببة ومقربة إلى قلبك فبها ونعم. والله خير ما يبدأ الثناء على ربي جل وعلا.
وأنا لي ابتهالات تعرض في قناة المجد الله عندكم فيها أسماء الله الحسنى، وطرقت هذا الباب ووجدت فيه خيرا كثيرا لراحة نفسي والسكينة وللهدوء يعني. فأقول الحمد لله الكريم الواجد السيد المنان رب الماجد الأول الرحمن ذي المعارج في البحر مجري الفلك والبوارج الآخر التواب نعم الخالق الناصر الوهاب خير رازق القادر البر الرحيم الحق الواسع الجواد منشي الخلق هو الولي ما له شريك العالم القيوم والمليك القاهر الجبار ذو الجلال القادر القهار ذو الكمال هو الجميل والعلي والملك يا ربنا الجميل لا شريك لك الله ذو العرش العظيم الهادي أغنى غني جل عن أضدادي المستعان والمدبر القريب الحي والحفي والمجيب تبارك الله النصير الأعلى المنزل القرآن هديا يتلى هو العلي هو العليم الناصر الرقيب هو الحيي الأكرم الحسيب الله رب الكون والكفيل البارئ المصور الجليل الله ذو العطاء لا ينازع في ملكه فالويل للمنازع الله ذو الإحسان وهو المؤمن بشرى لمن بالله ربي يؤمن هو البديع الحاكم الرفيق في وصفه النقصان لا يليق هو العزيز ما له نظير هو السميع الواحد البصير النور ذو الأفضال والإنعام محيي مميت الخلق والأنام الباعث الخلق قوي الباسي الوارث الرشيد رب الناس هو الشهيد والمجيد الغافر ويل وويل للبغي الكافر تبارك الصبور والمبين تبارك الستير والمعين مقدم مؤخر وجامع الله محصن خافض ورافع تبارك المعز والمذل آياته عليه كم تدل الحافظ الله العفو الشافي هو الحفيظ والحميد الكافي الوتر والمتكبر الشكور المالك السبوح والغفور يا رب بالأسماء إني سائل إني فقير معدم وعائل أرجوك جد بالعفو عن ذنوبي واستر جميع النقص والعيوب فهذه يعني ما عبر بأسماء الله الحسنى يعني. جل جلاله طيب سألتك سؤال يا أستاذ عبد الخالق الفرق بين الشعر والنظم نعم أنت أتيت على لب ما يدور في الجامعات ويدور في حتى في كتاب لسقراط اسمه كتاب الشعر يتكلم عن هذه المواضيع الفرق بين النظم النظم والشعر نعم الشعر طال عمرك أنا يعني استشف من قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فهناك شعراء ينفث في صدوره فإن استجاب لهذا النفث وكتب كلاما لا يحبه الله عز وجل وهو مع أنه شعر شعر تشعر بأنه يعني اللي يسمونه بعضهم ماء الشعر منمق ومطرز مثل ما قال عمر بن الخطاب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه قال النفث هو الشعر وهناك من الشعراء اللي طبعا ما يستجيبون لهذا النفث يأتيهم إلهام من الرحمن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان وله أتباع أهجوهم وروح القدس كيف يكون هذا التأييد من جبريل كيف يكون الاتصال هذا من الملك إلى البشر إلهام إيحاء حسان ثابت كان يقول القصيدة فتقع مثل ما يقول عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء وتظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر نساء ومثل ما قال قبل وقوع المعركة وقعت في المعركة إذن هو إلهام فلكن هناك في نظم بارد يعني نظم تجد بأن الشاعر هو يعني حفظ الأوزان ومن خلال هذا المحفوظ ركب كلاما على هذا النظم أي نعم جميل وهذا السؤال أنت الآن وأنت ما شاء الله يعني هذه البيت اللي ألقيتها عن عن رب العزة والجلال هل صادفت لحظة أنت يعني كنت فيها خالي في خلوة هل صادفت موقف حصل لك وبالتالي كتبت ولا هي مثل ما يقولوا أردت أن تبتدئ شعرك وأن يكون من ضمن منظومة الشعر لدى الأستاذ عبد الخالق شعر عن رب العزة والجلال يا أخي يستحي الإنسان أن يقف بين يدي ربه يوم القيامة وقد أعطاه نعمة البيان ثم يجد أنه لم يثنى على الرحمن ولم يذكر هذه الأسماء يعني أثنى على كل أحد ويثنى على البخيل والكريم طمعا فيه الله عز وجل أولى من يثنى ومن يمدحه يرتفع بالثناء الله عز وجل غني عن مدح الخلائق كلهم أجمعين لكن أنا في خلواتي أشعر بأني بحاجة إلى ما يزيل عني النفث اللي أخبرتكم به اللي يلقى في الصدر كلام لو يلقى الإنسان من حالق من جبل شاهق ما نطق به ولا قال ولا أقره مثل ما قال مثلا ذاك صريح الإيمان إذا كان هذا في النفس تجول هذه المعاني لما تقرأ لبعض الشعراء الذين يتعرضون لجلال الله عز وجل ويسقطون لفظ الجلالة
ويتكلمون ب يعني بلا مبالاة، يتكلم عن نفض الجلالة الله بدون ضرب أمثال، وكأنه يتكلم مع صديق في هذا ما ينبغي. ومن أجل هذا نكثر من هذا المجال، لعل الله عز وجل يطهر القلوب والصدور من الوساوس. وهذا ملحوظ من خلال كتابتك في التغريدات. نعم. يعني أكثر ما تكتب اعتراف قرب من الله عز وجل، طلب مغفرة، طلب عفو. هذا الطبيعي يعني، لا ما هو استثناء يعني، المفروض ان الانسان يسلك هذا الاستثناء، من يحيد عن هذا الطريق. وهذا توفيق الله. الله يوفقك. توفيق الله. طيب استاذ عبد الخالق، احنا نتكلم عن من يحاكي. هل تذكر في يوم من الايام او في بداياتك كانت لك محاكاة ل يعني كبار الشعراء؟ نعم، هي القصيدة اللي قلت ليها قبل هذا، لكني ما كانت معدة، هي معارضة الإمام الشافعي. نعم. اللي هو يقول فلا خير في الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد موصف. أنا عرضت أذكر منها والله ليتني عديتها، هي عرضتها يعني، وعرضت في قناة من القنوات الظاهر قناة. نعم. الدليل كانت. هذه تسمى معارضة؟ أي نعم، معارضة. نعم، وزن والقافية. فكرة المعارضة والله لا الاعتراض. إيه يعني لا، ليس اعتراض على القصيدة الأخرى. معارضة إيش معنى معارضة؟ بعضهم يظن أن المعارضة هي نقض معنى القصيدة. نعم. الثانية هي يظن. نعم. صحيح. لكن أنا بالنسبة لي يعني أرى بأنه أنك تحاول أن تقتدي بالشاعر في المجارة وقافيته المجارة. أي نعم. إلا الشافعي ما يعني، أعتقد أن أنا أقل من أنه. طيب في سؤال أستاذ، فيك الخير، فيك الخير. في سؤال كذا فني نحن نجده. نعم. عند الشعراء السبحة اللي معك، أنا حطيته هنا حتى لا أسأل عنه. هل في علاقة مضطردة بين الشاعر والسبحة؟ لا ما شرط، لكن قد يكون أحيانا لحظات الواحد يتوتر فيها. أنا حاطه هنا عشان ما نتوتر، ترى لحظات أحيانا الواحد يتوتر فيفرق في ما حد يدري يفرق فيها الشحنات فيها. لذلك ترى الشعراء حق المحاورة دائما طالع فيه أكثر ما يتحرك فيه السبحة، يتلوى معها. نعم، يتظاهر بالسكينة والأعصاب كلها بالسبحة اللي راحت فيها. أنا راح أجي عن نبطي، لكن بعد أن تخبرنا عن أول بيت كتبه الأستاذ عبد الخالق. أول بيت كان ال، وهل هو شعر ولا هو سواليف؟ لا والله في البداية أكيد سواليف. يعني هذا حتى قال الشعر هذا يعني تحفظ الأوزان وتحفظ هذا وتبدأ، لكن لما من يسمعها الآن لبعد الناس عن الشعر الفصيح كذا يشوف إنه والله هذه قصيدة هذا يعني. الوالد كان يعني الله يحفظه يحب الشعر، فأبغى لي تنستاول، فبكتب له بالشعر. هذه أول شحذة من الشعر. تبغى طلبية بس بطريقة منمقة. فقلت هاتي هنيدة لي سيفي وراياتي. شوف اللي شوف يبغى يدخل حرب، هذا ما يبغى تنستاول. هاتي هنيدة لي سيفي وراياتي، وشاركي معنا في نظم أبياتي، ثم اطلبي معنا تنسا محببة إلى القلوب لنقضي بعض أوقاتي، وقت الصلاة دعيها واتركي معنا كل المعاصي واصحاب الضلال. هذه زي اللي تقول ترى بنصلي وكذا. نعم، ما تشغلنا عن الصلاه، هذا اهم شيء. أيوة نعم. جميل. ثم اجعليها الى التقوى مرغبه. لا تجعليها طريقا للغوايات، يبغى كتاب ابن القيم ابن تيميه تنصاول التقوى مرغبه. جميل. فالهم رد عليه والد الله يحفظه، قال مع انه اشترى يعني، ها قال يا من ينادي هنيدا بالملمات، وذا القريض الذي يروى بتآتي، الشعر فن وإبداع وموهبة وليس دربا لتحصيل الريالات. كفو. ما شاء الله والد شاعر. الوالد الشيخ خضران بن مساعد رئيس محكمة السلاف مكة، هو اللي كان يكلمنا شعرا من نحن صغار يعني. ما شاء الله. نعم، إذا أراد شيء. وكيف كان أثرها عليكم في صقل المهارة الشعرية؟ بلا شك هو البحر الذي يعني لازلنا على شاطئه، ما يعني تعلمنا منه الكثير الله يحفظه، وأنا تعلمت منه الأوزان، لأنه كان يقول الشعر ملحنا. يعني مثلا يقول وانت كمان تقول الشعر ملحن يا استاذ الخالق؟ اي طبعا لازم تلحن يعني، لازم عشان تعرف الوزن لازم يلحن الشعر حتى غريب تلحف احزانه فجاء يبعثر اشجانه، لازم تمشي على هذا اللحن اللي انت مخترع. سمعنا يا استاذ عبد الخالق شيء ملحن من القصائد المحببه والمقربه لك. طيب. مع مقدمه لها حتى ربما يعني تجتزأ بعد. طيب ايضا في الابتهال والتضرع لله عز وجل ألحنها؟ إيه إيه. أنا خاف تقفل القناة عليك. لا يا حبيبي بالعكس، لا معلش احنا مقفل أذاننا لكن. طيب. إذن المشاهدين إذا ما أجازهم عاد هم. أبد. فيك البركة. فيك البركة. ما أغلقت هذه الدنيا أزقتها، فقلت يا رب إلا فتحت الطرق. ما أغلقت هذه الدنيا أزقتها، فقلت يا رب إلا فتحت الطرق.
يا ربي أشكو لك الدنيا وشدتها إني بها بذنوب السر أحترق يا ربي عفوك أرجوه وأطلبه لعلني من سجون الخوف أنعتق يا رب طال انتظاري والفؤاد أبى يأسا والفؤاد أبى يأسا على رغم ما يطغى به القلق فهل ستنقذني يا رب من غرقي حاشاك تتركني يودي بي الغرق أزل بنورك فقرا بات يقتلني كما بأمرك فجرا ينتهي الغسق. عاد انتم تتحملون النتائج جميل جميل جزاك الله خير على هذا الاداء من واسع فضله وبركاته. اللهم امين اللهم امين. اثر الشعر في حياتك حياتك المعيشيه سواء في الاسره في العمل هو هاجس حقيقه ما يتركني يعني هاجس ما يتركني لا في حل ولا في سفر ولا في الا في المنام ونسال الله انه يعني يتولنا هو هاجس حقيقه شديد جدا من يعرفه يعرف انه احتراق وانك عندما تبدا تكتب يعني يجب ان تكون القافيه عندك موحده ويجب ان تكون الوزن واحد ويجب ان يكون يرتقي الى ذوق اصحاب الذوق يعني وتعلم ان الله عز وجل انزل سوره سماها الشعراء سوره الشعراء وهذا هذه السوره يعني يفهم منها ان الشعر له قيمه جليله النبي صلى الله عليه وسلم جعل منبر لحسه نعم صحيح والملوك الان لا يستغنون عن الشعر ابدا فالشعر له قيمه جليله عظيمه الله تعالى قال في كتابه نعم. والشعراء يتبعهم الغاوون الا ان المصطفى خير الورى صلى الله عليه وسلم حول هذا الشعر نعم. واستفاد منه وجعله في الاتجاه الصحيح يخدم الامه ويخدم الهدف الذي يرفع من شان الدين في المعارك وفي الجهاد وفي كذا حتى هذه الايه قبلها هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون الاستثناء في هذه الآية مثل الاستثناء في والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأنا دائما لما الواحد يقول الشعر قال يتبعهم الغاوون طب استثنيني لما استثنى الله عز وجل يعني منه. وبما أننا تكلمنا في مائدة القرآن نحن اليوم يعني في قناة المجد احتفلت بأنها حصلت جائزة كأول قناة تبث القرآن الكريم وهي قناة المجد للقرآن الكريم ونحن نسعد أن يكون معنا الأستاذ يوسف الهاجري حياك الله أستاذ يوسف يا أهلا ومرحبا وسهلا حياك الله أستاذ محمد وأستاذ أحمد حياكم جميعا مبارك عليكم وعلى المجد وكل من يحب المجد هذا التتويج كأول قناة للقرآن الكريم قناة المجد بداية أستاذ يوسف ولعله هذا السؤال يعني يفاض فيه الحديث قناة المجد للقرآن الكريم قد يظن الظان أنها قناة تبث فقط القرآن لكن ليس خلف هذه القناة جهود وليس خلفها طاقات وأعمال يعني بالليل والنهار لو حدثتنا عن الجهود التي تقدمها هذه القناة حتى تخرج بهذا الشكل الجميل والرائع أول شيء نسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم على طاعة الله أينما كنا جميعا الفخر لهذه الشبكة وفخر المسلمين مع صديقات وهذه القناة على شرف طبلا وكبر شرف المجد وشرفها طيب لعله في خلل معنا في المداخل الهاتفية لكن في الاتصال سنعاود الاتصال مع الأستاذ يوسف مرة أخرى طيب. تواصل حديثنا سيد عبد الخالق عن ما كنا نتكلم عنه في موضوع الشعر يعطينا أبيات الأبيات ودنا نملأ الحلقة سلامك الله هو بهذا القصيد الجميل فيها ناقد كان يحاول يقول لي دائما أخرج عن الإطار أخرج أنا أعرفه أخرج عن الإطار يعني أخرج عن الدين كله فهو غير المسار أي نعم أنا أعرفه وأعرف توجهه فالمهم قلت له يا ناصحي دعني فإني شاعر بالطهر لا بالعهر ينظم جوهرا شعري زلال يرتوي من فيضه وراده وأخاف أن يتكدرا هو كالنمير تخاله من طهره وصفائه عند الخلائق كوثرا بالله قل لي كيف أعلي هامتي
إن كنت أهتك في الأنام المئزرة بل كيف باسم الشعر أنطق بالخنا في أرض من صلى وصام وكبر إني وشعري سائران إلى العلا. وصلت لقناة المجد معناتها العلا إن شاء الله. إني وشعري سائران إلى العلا يخشى علي بأن أزل فأزدرى وأنا أظن به كأرأف والد بضناه يألم إن رآه تعثرا لا زلت أرشده إلى عليائه والرشد يسلمه إلى هام الذرى أو بعد هذا هل تظن قصائدي ترضى لسيدها بأن يتقهقرا. هنيئا لك هذا القلم والله الله يحفظك. ونحن بنواصل مع الأستاذ يوسف الهاجري. عاودنا حياك الله أستاذ يوسف. حياكم الله يا أهلا ومرحبا بكم جميعا وبضيفكم الكريم. الله يبارك فيك. نحن نكمل حديثا عن قناة المجد وحصولها كأول قناة عربية تبث القرآن الكريم وفازت بهذه الجائزة وهذه المباركة لشبكة المجد ومن يعمل بها وكذلك من يتابعها. فماذا تقول في هذه المناسبة أستاذ يوسف الهاجري؟ أنا أقول له سمع جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في طاعته. فخر وشرف كبير أن نرتبط بكتاب الله جل وعلا وخاصة أن هذه القناة هي أول قناة متخصصة لكتاب الله جل وعلا وكفى بها شرفا وفخرا في شبكتنا ومع شركائنا. تأتي هذه القناة بعناية تامة وباهتمام كبير جدا من في شبكتنا لا من مجلسنا التنفيذي ولا من إخواننا في مجلس الإدارة على رأسهم الشيخ حمد الغماس والشيخ علي الضحيان وغيرهم ممن لهم عناية مباشرة لهذه القناة التي يرجون من الله جل وعلا فيها الأجر والمثوبة. والإخوة يبذلون فيها جهدا كبيرا بحيث العناية بهذه المصاحف واختيار أفضل القراء وأجودهم وأكثرهم إتقانا وأداءا بعناية عبر لجنة متخصصة جدا في اختيار هذه المصاحف واختيار القراء وتلاواتهم. والذي يشاهد هذه القناة يتابعها يعرف هذا الجهد الذي يبذل من خلال الانتقاء المميز جدا. أضف إلى ذلك نحن نحرص في القناة ألا نشتت الجمهور والمشاهد في النظر إليها. فنحن نتخصص في مشاهدة أو شيء في استماع إلى الآيات الكريمة بالإضافة إلى مشاهدة الآيات كتابة ليستفيد منها الجميع في تتبع هذه الآيات والاستماع إليها في تحسين تلاوته والارتباط بهذا. وهذا من أهداف القناة التي نرجو من الله جل وعلا أن يكتب لنا ولإخواننا ولشركائنا الأجر والمثوبة في ذلك. جميل. هنيئا لكم ولنا هذا التميز وهذه الميزة التي تميز قناة المجد عن كثير من القنوات أنها فتحت قناة خاصة بالقرآن الكريم خاصة بالحديث الشريف. شاكر لك أستاذ يوسف الهاجري كنت معنا متحدث عن هذه الجائزة جائزة القناة التي فازت بها قناة القرآن الكريم. ومن شكرا لأستاذ يوسف الهاجري ولمن يعمل على هذه القناة. كذلك نشكرك أستاذ عبد القارق الزهراني. نحن في آخر اللقاء لقاء خفيفا أمسية جميلة وماتعة كان في صحبتك. شاكر لك طيب مقامك وأسعدكم الله وأتمنى لكم التوفيق والرقي الدائم. احنا كان ودنا والله ناخذ اكثر. اسعدكم الله. شعرك جميل ما شاء الله. ان شاء الله قلمك سيء لكن تعدنا ان شاء الله في لقاءات قادمه ان شاء الله. رضي الله عنك. الليله ليله جمعه اكثروا فيها من الصلاه على خير الورى محمد عليه الصلاه والسلام. ذكروا احبابكم اصحابكم وابنائكم ومن هم حولكم. وحتى نلتقيكم في الاسبوع القادم وفي حلقه جديده من حلقات حديث الدار نترككم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. جلسنا في فناء الدار أحبابا محبين وحلت أنجم الجوزاء أنوارا تنادينا. وغنى البلبل الصداح في أرجاء وادينا على كثب العلا مجد غرسناه بأيدينا. وقطف قدنا ثمرا ترى ما في نواحينا. حديث الدار كالأمطار غيث في نوادينا.